ياه 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 بوسك انقذ جول 100%. يا جيروم يا ويا، بصوا الكره يا جماعه تاني، بصوا تمريره رزاق سيسي لجيروم واسو هنا يسدد بجول، يحط الكره افضل من كده بكتير. انما بصوا يا جماعه بوسكا انتحر، يعني بوسكا كما لو كان بيلقي بنفسه في التهلكه لانقاذ تلك الكره، انما كان بطيء قوي تفاعل جون اوتاكا. ياه يا يا جون اوتاكا فين الكرات ديت؟ مره جاب جول في مرمى الاهلي من كوره زي كده، كانت مرتده كده وحطها في مرمى الاهلي في فتره طبعا تالقه بقميص النادي الاسماعيلي قبل ما يرحل عن الكره المصريه الى السد القطري، ثم لانس في فرنسا، ثم رين، ثم في انجلترا في نادي بورسموث، ثم في مونبلييه، ثم سيكاسبور في تركيا، وعاد الى الاسماعيلي دون لعب، ثم راح نادي نجوم المستقبل قبل ان يلتقطوا نادي اسوان. ادي اكاكبو، ويلسون اكاكبو اللاعب الغاني، يطلع جمعه ولا ايه؟ هيطلع جمعه خلاص.